ثاني في الحسم تاعنا اليوم اكيد المدرب السابق لاتحاد بن قردين رمزي جرمود تقريبا كان معنا بالتليفون في نفس الحصه. سي رمزي قبل توليه مهمه الاتحاد بن قردين كان تقريبا كله عزيمه من اجل النجاح في اول تجربه ليه مع الرابطه الاولى، لكن ما دامتش برشا التجربه بعد اول جوله يغادر الفريق رمزي جرمود. معنا بالتليفون رمزي جرمود لتوضيح اسباب القطيعه هذه. كوتش اهلا بك. اهلا وسهلا اخي اسلام، مرحبا بك ومرحبا بكل الساده المستمعين. مانيش غلطه، كنت معنا تقريبا في اول التجربه، كنت هكا برشا عزيمه كان حتى في كلامك من اجل انجاح اول تجربه، لكن ما دامتش برشا كوتش علاش؟ صحيح، يعني اول حاجه هذيك هي خدمتنا كمدربين، الواحد يعني في كل يعني يكون موجود في اي فريق يحاول ينجح يحاول يخدم يعطي 100%. بون الحقيقه كانت الامور الحمد لله في اتحاد بن قردين عملنا تحليلات ممتازة، ثم كانت انتدابات خدمنا نجحنا فنيا على حسب رأيي في المدة الأخيرة، توفقنا أنه على الأقل في المباراة الأولى صحيح ما فزناش لكن كنا قراب برشا من الانتصار، عملنا مباراة كبيرة لكن أكيد يمكن يعني قرار مفاجئ ولا يظهر مفاجئ للناس الكل يعني في أول جولة. أنا الحقيقة خيرت أني ننسحب يعني بعد ما حكيت شوية مع المسؤولين، قرار صعيب يعني صحيح نطلب يعني نعتذر من جميع اتحاد بن قردين، كان قرار شخصي اكيد. شوف يعني مش نرجع في التفاصيل، لكن في اوقات نتاخذ قرارات كيما هكا حتى في مستقبل في كارير الواحد يعمل خطوه صح حتى كي تظهر خطوه يعني الوراء، لكن ان شاء الله الواحد تخليه ينطلق يعني بمسيره ان شاء الله تكون في المستقبل خير ان شاء الله. شنو من الاسباب بالضبط؟ ما قلتلناش كوتش مازلت. والله الاسباب ما فماش اسباب واضحه الحقيقه، كان يكون اختلاف، انا خلينا نقول اختلاف في وجهه النظر فقط في اشياء بسيطه. في اوقات كما حكيت لك انا يعني عشت في النادي هذا كلاعب، ويمكن صحيح بعدت وكانت عندي تجارب بعيد، ولكن رجعت خدمت الحق 100%. فنيا نعرف عندي ثقه في امكانياتي والناس اللي كانت موجوده معي، لكن القرار كان قرار شخصي، قرار يمكن كما حكيت لك بالضبط اختلاف في وجهات النظر. فشنو بالضبط؟ امور فنيه فشنو بالضبط؟ والله في يمكن مثل امور فنيه في شوف في اوقات انك هذه ما نحبش نحكي يعني كوزين انترن وحاجات ما تحكيش يعني، لكن الحقيقه هذه موجود في العالم كامل، اختلاف في وجهات النظر في طريقه التعامل مع في الامور الفنيه ولا في الامور الاداريه ككل. لكن بكل احترام الحقيقه اخوي اسلام يعني باش الناس ما تفهمش بالغلط، كان كل احترام، كان نقاش فقط يعني في الكوره حكينا شوي. شفت انا في المستقبل اشياء كنت حابب نشوفهم، كل مدرب عنده طريقه نتاع تفكير طريقه نتاع تعامل. الحقيقه ما فماش مشكل كبير، انا اخترت اني يمكن في صالحي وصالح النادي انه ننسحب يعني بدون مشاكل. اكيد انا ما نكتبش عليك يعني فرحان برشا بالفريق اللي كان موجود، نعرف كنت نجم نحقق نتائج كبيره، نعرف يكون حتى في كارياري مش حاجه سهله انك تنسحب من الجوله الاولى، لكن في الاخير هذه كلها اسباب عند الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الفريق اهم شيء بالنسبه لي يواصل ان شاء الله ويكون تحقق النتائج والاهداف اللي كانت مسطره من اول موسم. كي يصير ان خدمنا وحطينا الفريق على السكه الصحيحه، ما تدخلناش حتى حاجه باش نكون الفريق ان شاء الله في صحه جيده، هذاك اهم شيء بالنسبه لي. لكن القرار كان شخصي باتفاق ويعني وبعد ما حكيت برشا مع المسؤولين، ونحب نشكرهم بالرسمي كل الناس كلها اللي كانت واقفه معايا وعاونوني لاخر لحظه. حاول طريقه اللعب، حاول بعض الملاعبيه، حاول بعض الاختيارات، شنو بالضبط كوتش صار؟ والله شوف ما اختيار هي كونسبسيون كامله اخوي اسلام، يعني فقط يعني انا شفت ممكن يكون انا غلط في اشياء، يمكن انا كنت نجم نصبر شوي ولا كنت نشوف الامور بطريقه واحده اخرى، لكن في اوقات لازم نتخذ القرار يعني مهما كانت الظروف. لكن كما حكيت لك واكد عليها النقطه هذه، راهو باحترام كبير بدون تدخلات، كيما ما فماش تدخلات اللي ما تعرف الانسان يسمع لي انه لا ما فيش تدخلات ولا ضغوطات، كانت الامور عاديه عادي جدا. انا حسب يمكن كانت الغريبه انها تكون من اول مباراه في الموسم،
لكن احنا عملنا 3 أشهر تقريبا في تحضيرات وكأنه موسم كامل، لكن اكيد خطوة صعبة، ولكن انا شفت من ضروري ان ناخذ القرار هذا. اللي راج كوتش انه هو رئيس شرف الاتحاد بن قردين وزير الجريح، فهو اللي حاب معناتها يتدخل في بعض الامور الفنية هكا ولا؟ لا مو صحيح. الحقيقة ومش كل واحد ياخذ حقه، كان وقف معي معاوني، كان مقتنع بي على الاخر. مش صحيح الموضوع هذا. انا في الاخير قبل ما نكون مدرب، انا كما حكيت لك ابن النادي هذا بدون يعني، بالعكس كل انسان يحب يخدم في ظروف باهيه في دي كونديسيون مرتاحه الحقيقه. وان نعاود نعاودها اخويا وصاحبي وزير الجريمه، عندي ما حتى مشكل، كانت علاقتنا ممتازه، نتناقشوا في الكوره، نحكيوا في الكوره، لكن ولا مره يعني كان قلت يعني، كان كله في الاحترام، وموش كان هو مش هو السبب اللي خلاني نخرج من الفريق. ما كان لكش خلاف معاه بعد المقابله الاولى؟ لا مش صحيح. مش صحيح. باهي كوتش، حكيت مع حسن الجبسي شويه على الفريق ولا؟ والله تو كنت تتكلم فيه، كنت مع تو كنا مع بعضنا، افطرنا مع بعضنا وحكينا برشا تقريبا اكثر من ساعتين مع بعضنا، واعطيته فكره على الفريق، وكنت يعني بالحق يعني ما تعرف كيف اسيون كذا، انا همي الوحيد انه الفريق يكون في صحه جيده، واهم شيء يفوز في المباراه القادمه باش تعرف انت الانتصار في مباراه لاي مدرب يخليه يخدم مرتاح. اعطيته فكره، اعطيته شنو رايك في التعيين تاع حسن الجبسي؟ اعطيته فكره على الفريق كيفاش بالضبط؟ اعطيته فكره على الفريق بالضبط، وكانه موجود معي يعني، ما تعرف انت بعد اول موسم واول مباراه يعني، الانسان يجرب برشا في التحضيرات، ويعني وصل للمرحله انه عنده فكره على الفريق وعلى اللاعبين على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. احنا فريقنا تغير نسبه 90% يعني، ولاعبين اوكي ممتازين، تعرف كره القدم مهما كانت اللاعبين، لكن يلزم شويه وقت باش يتوقعوا اكثر الاوتوماتيزم، وتفهم الفريق ويفهموا الافكار المدرب وطريقه التفكير الناس الكل، وهذا شغل جماعي الناس الكل. هذاك علاش فسرت له الفريق راهو في السكه صحيحه، عملنا مباراه ممتازه ممتازه جدا مع نجم متلوي، يمكن حتى اللقطات ما كانوش كافيين باش يعرفوا قيمه المردود، وكما حكيت لك ماهوش المردود كان انا ولا الرونتمون ولا الريزلتا هي اللي كانت تبدا خروجي الحقيقه. انا مقتنع برشا بالخدمه اللي صارت في سوى المده الفارته، نعرف شو وين لازم يوصل الفريق هذا، حكيت مع حسان بس فسرت اللي اليوم فريق ولا بشويه وقت ان شاء الله يكمل يتحسن اكثر، تعرف انت المباريات الرسميه هي اللي تعطيك اكثر طون يعني ريتم، وتعطيك اكثر اوتوماتيزم. ان شاء الله بالمباراه الاولى شفنا الفريق في نسبه 70-80% على الاقل، ان شاء الله على مستوى الهجوم يتحسن الفريق، يسجل اهداف اللي تعرف انت لازم تسجل اهداف باش تفوز في المباريات. ان شاء الله فسرت وين المشاكل بالضبط اللي لازم يخدم عليهم في البيوت على الاقل السير هذايا، وان شاء الله ربي يوفقهم، وانا صدقني نبدا اول انسان فرحان، وان شاء الله نكون اول مشجع يوم المباراه يكون متواجد في الملعب ان شاء الله. ان شاء الله. الوجهه كوتش، فما حاجه في المستقبل؟ اكيد ان شاء الله اليوم باش نوضح حاجه، يمكن ثم راجل انا خارج ماشي في الدرجه الاولى السعوديه، كان كلامه برا من قبل من مده، لكن ثم حتى رسمي ثم شكون ربطت اني نكون نرجع مع تيجي جلال قادري في الاهلي ترابط، لا وكان ثم عرض لكن انا رفضت فقط باش نوضح لي انا ما خرجتش على السبب هذا. في المستقبل ان شاء الله ربي الانسان يكون متواجد في فريق اللي نجم ينجح فيها 100%، يحاول يفرض طريقة تفكيرك في كل شيء، هذه أشياء اللي حبتهم كل مدرب. إن شاء الله أنا بالنسبة لي خطوة إن شاء الله حتى ولو أنها مش كبيرة لكن هامة في على مستوى الشخصي، إن شاء الله نأكل هذا إن شاء الله في البريود الجاي إن شاء الله. علاش رفضت عرض الأهلي طرابلس؟ فقط لأني ما حبيتش نربط خروج من اتحاد الهلال بن قردين وأني نمشي خاطر تجلال، كان عرض عليا من قبل الحقيقة، وحكي العرض هو ديما الباب مفتوح بالنسبة لي، يكون موجود مع تجلال يعني، خدمت معاه برشا يمن برشا بإمكانياتي، نجحنا مع بعضنا في الإمارات ولا في السعودية قبل، ولا كنا متواجدين مع بعضنا الحقيقة في الفرق الكل اللي شغلنا فيه مدة 7 أو 8 سنوات. أنا فقط اللي باش ما نكونش موجود، وكاني انا خرجت اليوم من اتحاد بن قردين غدوه نكون موجود صحيح، هذه خدمتنا وهذه انسان مدرب محترف، لكن انا خيرت صدقني خويا اسلام وبكل صدق يعني خيرت وخممت منيح اني ما نكونش متواجد، فقط حتى ما تكونش نربط خروجي من اتحاد بن قردين اني نلتحق بالاهلي ترابط. ما ينجمش يكون سبب كوتش تجاوزت الخطوه نتاع مدرب مساعد تحب مدرب اول؟ والله شوف الحقيقه صحيح، هذا يعني الانسان يقدم قدام يعني يخمم في مصلحته في مستقبله، لكن انا مع سي جلال القادري حتى نكون في مساعد ثالث في درجه رابعه في اي دوله نكون متواجد معاه، فقط لانه الانسان يستاهل،
تعلمت منها برشا وعلى مستوى الإنساني قبل ما يكون الفني والكروي. إنسان من أحسن ما تم. واضح. يعطيك صحة كوتش، بالتوفيق إن شاء الله في بقية مسيرتك التدريبية. شكرا خويا سلام، بارك الله فيك. دونك كان معنا رمزي جرمود مجرب السابق لاتحاد بن قردين، نحكي وتحدث على أسباب القطيعة بينه وبين الفريق. فاصل ثم فالأخبار تجيكم بعد، راجعين في فير بلاي مواصلين حتى الم...